في شي اطار سياسه القرب اللي كتقوم بها التعدديه في ناحيه المغربيه للتامين وكذلك التعدديه المركزيه المغربيه للتامين. وهنا في يعني كانت مجموعه ديال الافتتاحات، اخيرا كانت ولاد التيمه، كانت الحسيمه، كانت تازه، ومجموعه ديال الافتتاحات اللي جايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وبالنسبه للسطات فكان عندنا مكتب واحد، دابا زدنا مكتب ثاني، وربما على حسب احتياجات يكون عندنا مكاتب اخرى، ما عندناش مشكل، لان هذه السياسه ديال القرب بالنسبه لنا رجعت السياسه لا يعني لا مفر منها، باش نستقبلوا الفلاحه وكذلك رجال التعليم وكذلك الاشخاص العاديين والشركات في احسن الظروف. هذا هو المكتب الثاني اذا، وغادي يكون بحال المكتب الاول، فهو مكتب ديال التامين الفلاحي وكذلك التامينات الاخرى. هذا المكتب هذا درناه باش نزيدوا في الاكتسابات بالنسبه للناس اللي كيجيو ربما من ناحيه ديال البروج ولا من ناحيه من مسائل اخرى، مناطق اخرى اللي قريبه للسطات. فهذا وبعض المرات يكون شويه ديال الزحام كذلك في المكتب الاول، لو حلينا المكتب الثاني وربما غنحلوا ان شاء الله المكتب الثالث، باش الهم ديالنا هو استقبال يعني الشركاء ديالنا في احسن الظروف. هذا هو الهدف الاول. انا سعيده بالحضور ديالي معكم اليوم في الافتتاح ديال هذا المكتب الجهوي. هذا المكتب الجهوي غيكون جا في اطار استراتيجيه ديال الشركه ديالنا ولا ديال التعاضديه ديالنا لفتح مكاتب جهويه وتقريب الخدمات من المواطنين. اولا تقريب الخدمات من الفلاحين بالفلاحه، ثانيا غتجي باش تخفف العبء ديال المكتب الجهوي اللي هو ديجا ايتابلي هنايا. بالتالي كنرحب بجميع الساكنه ديال مدينه سطات وبالاخص الناس النساء ورجال التعليم في هذا المكتب الجهوي الجديد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.